السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله سوف نعرض لكم أحداث الفصل 12 من قصة عقبة بن نافع بعنوان أخطر معارك عقبة. عقبة بن نافع لبث ومكث بضعة أيام في القيروان، وجلس يعيد تنظيم الجيش ويرتب الميمنة والميسرة والقلب حتى أصبح الجيش مستعدا للفتح. ثم بعد ذلك سهر عقبة بن نافع في ساعة متأخرة من الليل مع أولاده يحثهم على الجهاد والاستشهاد، وقال لهم: إنني قد بعت نفسي لله عز وجل فلا أزال أجاهد من كفر بالله. ثم قبل أولاده بعد طبعا أن صلى الفجر وركب جواده وانطلق أمام الجيش واتجه إلى مدينة تسمى الزاب، وهذه المدينة هي المدينة التي يطلق عليها اسم قسنطينة اليوم بالجزائر. قبل أن يترك طبعا القيروان، ترك فيها أو استخلف عليها زهير بن قيس البلوي، وترك معه 5000 من الجند. رفع عقبة شعلة الإسلام كما عرفنا قبل ذلك، التي أضاءت من بركة حتى القيروان مرة أخرى، وطبعا كان يتمنى افتتاح إفريقية وأن يعلي راية الله فيها. استبعد عقبة بن نافع من ميدان الجهاد 7 سنوات، وطبعا ودع خلالها العقد السادس من عمره، والعقد زي ما احنا عارفين يا سنة أولى، العقد 10 سنوات والقرن 100 عام، وإنه الآن في السنة في 62 من عمره، 62 سنة. طبعا طول الفترة دي سنة أولى كان يعمل إما رائدا دينيا يعلم الناس اللغة العربية والدين الإسلامي والقرآن الكريم وأمور دينهم، وإما محاربا ومجاهدا شجاعا يفتح المدن والأمصار ويعلي كلمة الله فيها وينشر الإسلام. نظر إلى المشرق ونظر إلى الشمس بأشعتها الذهبية، وقال: إننا نحمل إلى العالم شمسا لا تغيب أبدا، إنها القرآن، شمس الإسلام، شمس المثل العليا والأخلاق الفاضلة. في الامتحان طبعا سؤال مهم جدا: ما الشمس؟ أو ماذا قال عقبة ابن نافع طبعا عن الأخلاق والمثل العليا والقرآن الكريم؟ إن هذه الشمس طبعا المقصود بها الإسلام، وطبعا عكس الإسلام، عكسها طبعا العبودية والوثنية. وطبعا قضى عقبة بن نافع على الوثنية، وقال أن طبعا قد أدنى بالزوال، أو أن طبعا الوثنية قد غابت شمس الوثنية وسطعت شمس الإسلام. نظر عقبة بن نافع إلى الضباط المسلمين، أخذ أيضا يشجعهم ويحمسهم، وقال لهم: أننا جئنا هذه الأرض وكانت مليئة بالظلم والاستعباد والاستبداد، وكان الناس يبيعون أولادهم في سوق الرقيق وفاء لسداد الضرائب التي فرضها عليهم سادة الرومان. جعلنا الناس سواسية عندما جئنا إلى هذه البلاد، جعلناهم سواسية في الحقوق والواجبات، وأعطينا الفقير حقه من مال الغني، وأصبح الأجير يأخذ أجره قبل أن يجف عرقه كما أمرنا الإسلام. طبعا نحن يا معشر المسلمين على أبواب معارك دامية، يجب أن نكون أشداء على أعدائنا ورحماء بمن يسالموننا ويدخلون في دين الإسلام. ثم قال لجنوده: انطلقوا على بركة الله. وطبعا كده نكون وصلنا إلى نهاية فصلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.